سلام يا سلام، من زمان كان جاي عبالي أكلة فول. لك يسلم ايديك يا أم النور. لك الله يسلمك يا حبيبتي، هاي الأكلة خصوصي مشان الزورة لأنه عم تتوحم. عن جد عم تحكي لونو؟ يا الله، شو كنت بدي أعمل أنا يعني لو ما أنت موجودة بهالوحام؟ فبشي قلبي حبيبتي. صحة. شو هاد؟ ريحة التوم والبصل معبي البيت. ايه تعالي تعالي كلي، والله رح تاكلي فولات اطيب من هيك ما دقتي. لا معلش يا حبيبتي، اهم شيء اكل فول من الصبح. ميدو الي اسبوع عم بتوحم على الفول. حبيبتي شو رايك روحي تتوحمي على قدري لانه هو بيخلف ونحن بننبلى. عن جد ميدو كثير الفكره حلوه عجبتني وبدي نفذ عن قريب. صب لك صحن؟ لا لا حبيبتي، بدي اشرب نسكافيتي مشان صحصح. حاكم ابوه لدانا ما خلاني نام طول الليل. ليش؟ كل ما طقت براسه غنية دق لي، وشو أغاني الله لا يوريكي، كلها عن الدواليب والقتل والضرب والبساط الريح وما بعرف شو من هالشغلات. ميدو، ليش ما بتاخذي غنية لنزار قباني؟ إيه كازم ما خلاله غنية، إيه ألفط وألفطة.